السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم هانيه؟ يا ربي تكونوا مزيانين وبخير. وخليكم مع عبدو. تحيه للمغاربه ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، مرحبا بكم على فيديو جديد. خارج جديد هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي. فين غنمشيو؟ ان شاء الله غنساريكم معنا وغنمشي مع عند اختي ان شاء الله شي زياره خفيفه، بالحكم هي خاتنة ولدة باش يفهموني العالم. طاهرة تبنى، ما كنقولو طاهرة، طاهرة الولية ديالنا طاهرة، أو كما كنقولو ختانة. المهم عنساريكم شوية وإن شاء الله إلا حلحقنا ودركنا غنشاركم معكم شوية لقطات تما، وغادي نديوكم للسوق إن شاء الله يا ربي. الناس اللي خصهم التليفونات غادي، والمحل ديال التليفونات بالطلب، ديك الدراري كيقولوا لي ساكن من الجيل السوق أجي عبد الحس صور معنا، مرحبا بكم. وتحياتنا لكم، تحيه للمغاربه ديالنا. جيم وبارطاجيو الفيديو، بارطاجيو القناه، شكرا لكم بزاف. قول لي دابا شكون ما يجي يمشي لهاد الدريويش مسكين. وديديكاس لخاي محمد هو المراه ديالو من سبته كريمه، وكريمه ديديكاس، تحياتنا لك، تحياتنا للحباب ديالنا كاملين اللي كيشاهدونا، شكرا لكم. واحد الصديق ديالي قال لي انا مريض، عندي الغضروف المفصلي، عنده نزيله، الله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين. واحد السيد من اليمن، صديق ديالي، متابع ديالي، قال لي دعي معايا، الله يشافيك ويعافيك يا اخي العزيز. واللي ما كدولتشي الله يرزقها يا ربي، يمشي ذريه صالحه. هذه الدعوه هذه دائما غادي ندعوها معكم ان شاء الله يا ربي. خليكم مع الفيديو ديالي. وما ننساش شي وحده مسكينه قالت لي، شنو قالت لي يماها مسكينه يدها وقيلا ديك السيده، واحد السيده واحده اخرى عوقتنا الله يجزيكم بالخير، عاود عبيد عاود وقيله اليد مفكله من هنا ولا ما عرفت. المهم قالت لي مريض، الله يشافي لك الام ديالك، الله يخليها لك حتى تشفق راسك وتشافى لك ان شاء الله، وتذوق الشهيوات ديالها وتبرعك ان شاء الله. راس الله لا يحرمنا من ماكله ديال الوالدين والشغل ديالهم، والله لا يخطيهم علينا يا ربي. ونعمل لكم واحد الدويره هنايا في الدار ديال اختها سلمى اللي جينا لعندها، وغادي نديوها على الدار ديال اختها اخرى اللي كاينه في طالم داود. شوفوا تبارك الله الطبيعه، واه ها هي الدار ديال اختي، شفتوا جات تبارك الله متسعه والشجر قدامه، شفتوا والغرس مدوره به، عند الباب من هاد الاتجاه هذا ومن هاد الاتجاه هذا كنمشيو وكنجبروا واحد الدار اخر. هذاك اللي قبلت نراه بورت، شنو هذيك في الدار؟ حمامه رميه تاع صح. شكون جابه؟ انس. شراها؟ مصروف. الله كيعيط. تاع حسمه تاع احد جمعانين، خلي عندها الزريع ديالها طمس هذا الماء. تاع الليمونه مسكينه كابسه بقويه الماء ما كاينش، رويته. ايه بسيطه، ما هو ما هي لم شحال ما صرا. احنا وصلنا للسوق، ما تعرفوشي. تحية لحي سليمان، الله يبارك فيك سي عبد الواحد، صاحبي سليمان مزيان، صحة فيك عبد الواحد، الله يرحم والديك، الله يجيب التيسير، اللهم امين اخي عبد الواحد. المتابعين ديالنا معك، يلاه مع سليمان. شي حاجة مرحبا اخي عبد الواحد، على الرسول على أي حاجة مرحبا. أحسن أثمنة بأحسن الجودة، أحسن أثمنة بأحسن الجودة، بالإكسسوار كاملين كلشي موجود. اللي المهم المشاهدين مرحبا به، كلشي كاين. نزيدكم واحد النقطة أخرى، عنده الروترا ديال الواي فاي، كأكتيفيها من عنده. لا لاجونس ان وين عندكم عندي في المحل هذا إن شاء الله، قريبا إن شاء الله في المحل هذا. الله يسهل المحل إن شاء الله يا ربي، عطانا لاجونس ان وين. ما تخممش، بالنسبة للإكسسوار كلشي كاين، مسائل كلشي، مسائل كلشي عارف الله يجزيك. عمي الخليل مرحبا بكم عنده. ها الزيتون، الزيت فاين؟ مرحبا. ها
كل متهلا في عبد سلمى. الله في عبد سلمى الله يرحم والديك عامل خير. راجل باخر شخصية ديالنا. الله يجازيك بخير. الله يرحم والديك عامل خير. لله حسن الله يحفظك. امين العائلة. السعرافة تا هو كاين. السعرافة. جاج من الاسواق او البلدية. كاين الاثنين دواب عاد ياك. الاثنين الاثنين. الاربعة بقرة. كاين كاين. ضحية ليلة كامل غالية ان شاء الله في شراء قريبة ايه 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 هذيك هي هذيك بتكمل اي والله يرحمنا من عنده امين يا ضحية ليلة والبيضة عم الخالي شحال؟ البيضة عم بيعوها ب 35 درهم 35 درهم هذا احنا والدجاج عندنا 23 23 المهم هذا الشيء اللي كاين وخليكم مع الفيديو كملوا معنا الفيديو تالا خير ان شاء الله ان شاء الله يا ربي الله يجزيك ثلاثة أربعة هذا درهم ياك؟ خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة نديو طوميكات العويدين بسم الله ستة عشرة ركز معها خالية ثمانية خلينا العبيد نعوضها غسل قهوي هنا هنشبعوكم السوق دبني يا احمد ها الطواجين ها المقالية ها الخيبيلة العوض ها الله يسر الامور ها واحد المحل عوض يلا نتعود عرفتي ها ها المحل مرحبا بكم ها هذا هي هذا اول محل باقي لك كاينه فيه المراه كتبيع ويشري مرحبا بكم عندها مرحبا بهم غير رسول شكرا بزاف عبد الواحد مرحبا يرحم والديك شكرا بزاف الله يرحم والديك عبد الواحد ملح دار عامن تما دار من تما قول مرحبا بكم عندي مرحبا بكم هاي تاك الناس ديال المنصوره وشتيوان وبو شيبه وتلام داون قبيله كامله قول لهم مرحبا بكم مرحبا بكم عندهم حق دابا فافي الوقت لهادشي هذا خاص شي حاجه سخونه وكاين اللي كيبغي الحاجه واخا هذاك خفيف هذا الدراج هذاك من تحت من البوتي هذيك كتبقى هذه ب 17000 فرنك هذه هذه 15000 فرنك 3000 ريال باش نعطيكم الهضره بالدرهم بالشماليه وبالداخليه حاجه وثمانيه كل يوم يجيو عندي هذا حصاتي هذا 100 سخنين مزيان هذه مزيان نعاودها هذيك 100 درهم احنا كنا كايزين وقلنا راه نكوزو عندك نصغرو لك المحل الله وصلنا الميساج ديالك لانك انت عندي الكره على بغا الكره هاي الكره ها اللي بغا القفطنات ها عند العراي ها شكرا عبد الدنيا هاني الله يجيب تيسر حنايا دائما مع الحمد لله عسل نرجع ديما شويه الله يرحم والديك يماك عزيزه عليا مسكينه ولا كتجي كنتد السكر عندي ها المحل ديالها شتو فيفوريتكم ها في الطرق دابا بحال اللي ماشي للسبيطار ها هازري فين هاي القوايمات انا ولادي خليوها من بعد يلا شريت من النهار ثلاثه ها ندور على الكسوه هذه بحال هذه اللي تشوف سيوا مزيانه حتى نخرج عندك البيله هذه هذه الدراوكس هو اللي كيبغي يعمل حاجه اللي يشتروا بحال الجديد شحال هذه؟ عليك 12 ما شاء الله الفري 2400 ما هي لا في المستوى سيوا اللي حداها 3000 ريال هذيك 3000 كل حاجه بالثمن ديالها كل حاجه بالثمن ديالها كيف لا غلا على مسكين مرحبا بكم عصره ولا عند واحد يحب زوايننا يا صابه الفوز ها خندقة زياد تلم داود يا هادي شتو السكنة الناس السكان كاينين هنايا الطريق الصراحة عنده باقا مكفصة شتي الطريق غير بديك الكراب احنا وصلنا لخندقة زياد هادي خندقة زياد خنطرة عاملينها خنطرة خطيرة الجامع عندهم زيونة ها الناس تاع المداود اللي برا انا وريتكم
البير، ها البرد السيما، ها نقول على البرد السيما هذا، ها ها راه البرد السيما. احنا وصلنا لتلمداوي، هذه خشادة باقي عاقل عليها من ديك المرة. انا الجو واعر عندنا، الله يرحمنا الشتاء. ثلاثة بني احمد السوق ديال هادي كلالة فوقية، ها السراق، ها هذا الدوار ديالنا، هذا دوار السراق، ها شفتو سبحان الله. الهندية مضرورة في أي بلاصة في المغرب. شوف حنا دابا في دوار تلم داود اللي بعد على السوق واحد، ماشي بزاف راه كامله تهرهرات مسكينه كامله. المهم المشاهدين ديالي، انا وصلت صراحه لعند اختي لدوار تلم داود، انا يعني معروف عند الناس اللي صراحه خرجوا على برا وداكشي، نحيو لهم صله الرحم وخا مطنوا مع بعضياتهم مع الديار ديالهم. صراحة وصلت لعند اختي وهو العايل تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله. كي كنقول له اجي لعندي كيخاف مسكين، باقي متخوف مع الختانة والله الا الله يخليه لها يا ربي ويرزقها باش تكون معاها. صراحة الواول صغارين هما الفرحة ديالنا والله. المهم خلي اختي تعطيكم شي تحية وخير كذاشي، نقولكم كيف انتم لاباس عليكم. السلام عليكم المشاهدين، كيف انتم لاباس؟ بخير مزيانين انتم، مرحبا بكم لعندي. هنشوف هذاك هذا حشم هو بنادم مع الكاميرا عند الدهاشة. هلا مرحبا بكم وتحية لدوار تلم داود، تحية لدوار دكلالة، تحية لدوار تلم داود وتحية لدلالة، تحية لكم تنتوما. وهنية عليك اللي اخذت انت الطفية ديالك. الله يهنيك بالخير والله يرحم والديك. تبارك الله على السهارون، امين يا رب العالمين. السهارون ها السهارون ها السهارون 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 السهارون. تبارك الله ما شاء الله، وجا معاه السلهام وجا معاه داك الشيء واعر واعر. الله يتربى في عزكم والله يخليكم. اللهم امين يا ربي. المهم ان شاء الله دابا عندي مرحب بك الجنه اختي يرحم والديك. ما نزيدوش اللي حداش هنا ما كيبانش وهذيك كيكون شي حاجه ديال الحشمه. اي بصح المهم نحترموا الراي اي واحد. بغيت الراجل دختي دابا ان شاء الله عيجي يخرج عنده شي شغيول وعيرجع وغنبارطاجيو معكم الغدي ديالنا وديك الشيء. المهم بقاو مع الفيديو ديالنا. وهتشوف المشاهدين ديالنا شوف شكون باقي عنده هاد التلفازه هادي. شوف ها سوني ها خدامه يا خدامه خدامه ها حاله نادره جبره هادي في حاله هادي. شوف ولكن خربي ما خدامه من القيشات ديالها. بنادم دابا ما باقيش كيتشوف التلفازه. واحد المرا قالت لي واحد المرا قالت لي والله ما باقين كتفرجوا في الاولى والدوزيام والله العظيم قالت لي كلشي كنتفرجوا. صافي دابا بيتشوفوها الناس بيطيبوا في مليار. اصلا عندي الفلاور مخسر شي 4 شهور شي 5 شهور ما تفرجنا به. خاونا دابا عارف في التليفون ما انت اصلا كنتي هنا كنتي طوال شي سيمانه شي بزاف 15 يوم قال سيمانه عم بحر العيال وجيت صحتك الله يهنيك الصحه. بقاو المشاهدين ديالنا مع الفيديو ديالنا. احنا بحرنا احنا بحرنا وصراحه والله والله شفت المرتين مرتين للرينكون كالصيوخ والفنيدق. تحياتنا لكم كاملين بكم. ما دركناش يا اختي جات المدرسه داغي انت. احنا ولدنا انت وانت وانت طلعتي. اه نص احنا ولدنا وانت طلعتي. اه هدايه فين؟ انا تغديت ولا بقى؟ بقى الغدا ديالنا المتواضع. يلا هدايا. السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كيف انتم؟ لاباس بخير عليكم مبارك عواشركم. انا عبد الواحد زيد بلاتي. لا لا اجلس شوفوا بنادم بيكون يعني اول مره
لا ماشي اول مره انا ماشي والله ما ثلاثه جيتو معايا لهذيك كنت مريض كنت عيان ودابا من الازمه محمد الازمه من الازمه الله العالي اي والله محمد السيد ديالي محمد الشيوه الله يهدر معاكم هذه دابا 16 يوم منعس السلي ما نعشي تماما لا ساعة ولا ومبروك الخت هنا الله علينا وعليك الله يخلي لك هارون وشكرا على المزيد جيتوا لعندنا الله يرحم الوالدين عطي تحية لولاد عمك تحية للدراري العمي اللي في الرينكول واللي في اسبانيا والدراري تلامذة كلهم والدراري اللي في السوق بني احمد والدراري بالاوراش برافو هاي تحبيبة محمد هاي قول لهم تحية المغاربة كاملين تحية المغاربة كاملين والمشاهدين ديالنا قول لهم المشاهدين ديالنا كاملين هاي تاك كيتفرجوا فينا هاي تاك اسي محمد اخي محمد محمد ما فين كنت غايب حنا تغدينا حنا كنا نطمر واحد عمي مسكين قول لهم محمد شكون هو عمود الوالد هو ولد عمود الوالد شكير الله يرحمه حساب الله حساب الله حساب الله اخي محمد حساب الله اجل الله واحد المهم تغدينا وسالينا ومحمد عاود قدم التحية للحباب ديالو ولاد عمو تحياتنا لهم تحية للشيوا كاملين نسترام داود تحياتنا لكم اللي في اسبانيا واللي في اوروبا كاملين واللي في طنجة واللي في تطوان والمهم في المغرب كامل تحياتنا لنسترام داود كيسلم للناس كاملين ونسلم عليكم كاملين ومحمد يسلم عليكم كاملين كلكم وخليكم مع الخرجة ونوريكم تشار ديال سلام داود وتهلاو في راسكم السلام عليكم قلب عاود القاب باش ما يبدا قال الفرون شنو هذايا هذي شفت انا قاعد عند البقر ما يكون طلع عليه من تحت انا طلع لي تا هذا شفت انا قاعد البقر انايا فتح لهم بطنه معناتها واقع مع شيخ ولا متمل هذه تاخر الزام ديك الدجاج فاهم مشاو لا الدجاج فيهم زريطه عباه صام ما جيت عندك تبارك الله عبنا اول يا هذاك الحمارة ديالك حمارة غا الفرينة ديالك كان الخير في الدجاج حنا الجبل ديالنا دارو غوريها دابا تربحت بمدري ياه والله إلا يجي المدرب يمشيو كاملين غتجي لي المزريطة كازلنا وعطينا شي فرج ما يجينا مجبرنا فوالا ياه الحمارة عندك مزيانة محمد يا مرسيدس مرسيدس ديالنا ها ها المرسيدس ديالنا في الجبل هي هادي الله حافظنا ما عاشوليش فدابا إن شاء الله يا ربي هادي كلشي ماشي يلاه نمشيو محمد يلاه محمد ها دوار سلام داود ها هذه هي الركاد ها دوار سلام داود تحية لنا سلام داود شتا دوار سلام داود ها قريب للسوق ها السوق قلنا جينا جينا علاش ما نعطيوش لنا سلام داود واحد اللقطة للدوار ديالو هاد الناس عزازين لينا صراحة سلام داود والله